اهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض حافظة ادوات كروشيه او ابر للكروشيه او حافظة ادوات عموما. زي ما احنا شايفين ده شكلها، هنحط فيها ابر الكروشيه وادواتنا من ابر تنظيف او مقص او اي ابر بنستخدمها في الكروشيه. الحافظة بتاعتنا ممكن نستخدمها مش بس مع ادوات الكروشيه، احنا ممكن نستخدمها كمقلمة او مع بعض التغييرات ممكن نعملها محفظة. وده شكلها من بره لما نقفلها. هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. الخيط اللي هنستخدمه هو إليز كوتون جول، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3. واحنا ممكن نستخدم اي خيوط قطن نفضلها تكون متوسطة السمك. هنبدأ بسلسلة البداية. احنا هيكون الجزء اللي هنعمله في الاول او الجزء الاساسي في الحافظة كلها هيكون عبارة عن طبقتين جواهم هنعمل الجيوب اللي هنحط فيها الادوات. الطبقتين دول زي ما قلنا هيكونوا هما مكونين للجسم كله. طبقة خارجية هيكون فيها الشكل وهنعملها بغرزة البلوك او البلوك ستيتش، ودي هتكون زي ما قلنا خارجية. والطبقة الثانية هتكون زي بطانة او جزء داخلي للحافظة، ودي هنعملها بغرزة العمود بلفة وهتكون سطور عادية. فاحنا اول جزء هنبدأ بيه هو الطبقة الخارجية، زي ما قلنا هنعملها بالبلوك ستيتش. هنبتدي سلسلة البداية، هتكون 84 غرزة سلسلة. هنسيب اول 3 غرز وهنبدأ في الغرزة الرابعة نعمل غرزة عمود بلفة، وهنعمل اول مجموعة في مجموعات العمود بلفة لغرزة البلوك. هنعمل 3 غرز عمود بلفة وهنعمل غرزة فاصل، وهنسيب في سلسلة البداية غرزة مقابلة للغرزة الفاصل. هنبدأ بعد الغرزة الفاصل نعمل تاني 3 غرز عمود بلفة المجموعة الثانية. احنا هنشوف شرح غرزة البلوك ستيتش في الفيديو بتاعها، فيها الشرح للغرزة بالتفصيل اكتر. احنا هنا هنوضح برضو الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها، لكن لو احنا حابين شرح اكتر وتوضيح اكتر للغرزة الفيديو بتاعها موجود على القناة. هنعمل تاني مجموعة ثلاث غرز عمود بلفة، هنعمل غرزة سلسلة فاصل، وهنسيب غرزة في سلسلة البداية مقابلة لغرزة السلسلة الفاصل، وبعد الفاصل أو غرزة السلسلة اللي سبناها نبدأ نعمل 3 غرز عمود بلفة. وبعدين غرزة سلسلة الفاصل وغرزة مقابلة ليها هنسيبها في سلسلة البداية. طبعا ده السطر الأول أو السطر الأساسي اللي بنأسس فيه أو بنبدأ تكوين غرزة البلوك فيه. بنحدد زي ما قلنا المجموعات أو البلوكس اللي فيها غرز العمود بلفة، وبنحدد عددها وبنعمل الفواصل. نعمل غرزة سلسلة ونسيب غرزة مقابلة ليها في سلسلة البداية، ونبتدي بعدها نعمل المجموعة اللي بعد كده من غرز العمود بلفة بنفس العدد 3 غرز. وطبعا نقدر نغير في عدد غرز العمود بلفة، نغير عدد المجموع، كل مجموعة ممكن نزود او نقل زي ما احنا حابين، لكن احنا دلوقتي بنعملها 3 غرز بس. هنبتدي المجموعة اللي بعد كده نعمل برضو 3 غرز عمود بلفة، ونعمل غرزة سلسلة فاصل ومقابل ليها هنسيب غرزة في سلسلة البداية، ونبدأ نعمل المجموعة اللي بعد كده. وبنفس الطريقة هنكمل لآخر السلسلة، بنعمل زي ما احنا شايفين مجموعات عددها ثابت من غرز العمود بلفة، كل مجموعة 3 غرز عمود بلفة، وبيفصل ما بين كل مجموعة والتانية غرزة سلسلة
بنعملها فوق بيكون بنسيب مقابل ليها غرزة سلسلة في سلسلة البداية ما بنشتغلش فيها، وبنبتدي على طول بعد الفاصل نعمل المجموعة اللي بعد كده 3 غرز عمود بلف. كده احنا خلصنا اول سطر في الجزء الخارجي اللي احنا هنعمله بغرزة البلوك، وزي ما قلنا بنأسس فيه لشكل غرزة البلوك. عملنا كل بلوك او كل مجموعة عبارة عن 3 غرز عمود بلفة بيفصل ما بينهم غرزة سلسلة، وبنسيب في غرزة البداية غرزة مقابلة لغرزة السلسلة الفاصل اللي عملناها، وكررنا نفس الترتيب ونفس عدد المجموعات لآخر السلسلة. هنبدأ دلوقتي ندخل اللون التاني علشان نعمل الجزء التاني من أول سطر في البلوك ستيتش، جزء السلاسل. هنبدأ نوصل اللون التاني، اللون الأصفر، وهنبدأ على طول نعمل غرز سلسلة عددها مساوي لعدد غرز العمود بلفة اللي بنعملها في كل بلوك. فهنعمل 3 غرز سلسلة، وعند الغرزة الفاصل ما بين غرز العمود بلفة هنلف عليها على غرزة السلسلة ونعمل غرزة حشو، ونبتدي نكرر 3 غرز سلسلة مساوية لغرز العمود بلفة اللي هنعملها فوقها، ونبتدي عند غرزة الفاصل نلف ونعمل غرزة حشو عليها، ونكرر 3 غرز سلسلة، وعند الغرزة الفاصل بنلف ونعمل غرزة حشو بتلف على غرزة السلسلة الفاصل. وزي ما قلنا عدد غرز السلسلة هيكون مساوي لعدد غرز العمود بلفة، يعني احنا بنعمل 3 غرز مساويين ل3 غرز العمود بلفة، لكن لو المجموعة او البلوك فيه 4 غرز عمود بلفة هنعمل 4 غرز سلسلة، لو 5 هنعمل 5. وثابت عند الفاصل ان احنا بنلف ونعمل غرزة سلسلة على غرزة حشو على غرزة السلسلة الفاصل. هنبتدي نكرر غرز السلسلة فوق غرز العمود بلفة وفوق الفاصل، او بنلف على الفاصل نعمل غرزة حشو، ونكرر غرز السلسلة، ونكرر غرزة الحشو عند الفاصل، وهنكمل بنفس الطريقة بنعمل غرز السلسلة عددها 3 مساوي لعدد غرز العمود بلفة، وبنعملها فوق غرز العمود بلفة، وغرزة الحشو بتلف على غرزة السلسلة الفاصل. وهنعمل 3 غرز سلسلة في الآخر، وعند آخر غرزة هنقفل جزء السلاسل ده أو السطر ده بغرزة نائمة، وهنبدأ نرجع نشتغل باللون الأبيض. كده احنا خلصنا أول جزء بيوضح غرزة البلوك أو في غرزة البلوك. زي ما قلنا فوق الثلاث غرز عمود بلفة أو الوحدات اللي كنا بنعملها من غرز العمود بلفة اللي ما بينها فواصل، عملنا سطر تاني بلون تاني عبارة عن سلاسل نفس العدد فوق غرز العمود بلفة، وعند الفاصل بنعمل غرزة حشو. هنبدأ دلوقتي نكرر ونعمل سطر جديد من غرزة البلوك، وهنبتدي نعمل غرز العمود بلفة بتلف على غرز السلسلة،
زي ما احنا شايفين غرز العمود بلفة هتكون نفس العدد 3 غرز، وهنعمل الفاصل هيكون ثابت الفاصل ما بين كل مجموعة من غرز العمود بلفة، وهنعدي للسلسلة اللي بعد كده ونبتدي نعمل عندها المجموعة اللي بعد كده من غرز العمود بلفة 3 غرز عمود بلفة بتلف على السلسلة، ونعمل الغرزة الفاصل ونبدأ نكرر المجموعة 3 غرز عمود بلفة يلفوا على السلسلة، ونعمل غرزة السلسلة الفاصل فوق غرزة الحشو في اللون اللي تحت اللون الأصفر، ونرجع نكرر 3 غرز عمود بلفة، وبنفس الطريقة بنعمل الفاصل، وبنفس الطريقة بنكرر المجموعات زي ما قلنا 3 غرز عمود بلفة بتلف على السلسلة، مش بندخل في السلسلة احنا بنلف عليه. كده بعد ما خلصنا الجزء الاول من السطر الثاني من البلوك، زي ما شفنا السطر الابيض ده عبارة عن غرز عمود بلفة 3 متقسمين مجموعات ما بينهم غرزة فاصل، وزي ما قلنا كل 3 بنعملهم بيلفوا على غرزة السلسلة اللي عملناها في السطر او في الجزء اللي فات. هنبدأ ندخل اللون اللي بعد كده، ندخل اللون الفوشيا وهنعمل بيه جزء السلاسل. هنبدأ زي ما قلنا بعد ما نوصل الخيط نعمل على طول 3 غرز سلسلة فوق 3 غرز العمود بلفة، وعند الفاصل هنعمل غرزة الحشو، ونبتدي نعمل 3 غرز سلسلة مساوية لعدد غرز العمود بلفة اللي هنعملها فوقها، وعند الفاصل هنلف على غرزة الفاصل ونعمل غرزة حشو، ونبتدي نكرر 3 غرز سلسلة وغرزة الحشو عند الفاصل، وهنكمل بنفس الطريقة لآخر الجزء الفوشيا. وده هيكون الجزء الثاني من غرزة البلوك للجزء ده، وزي ما قلنا غرز السلسلة اللي احنا بنعملها بتكون أساس السطر الجديد أو الوحدات الجديدة اللي هنعملها باللون الأبيض. الثلاث غرز عمود بلفة هيكونوا بيلفوا على السلسلة الجديدة اللي احنا بنعملها باللون الفوشيا، وهنعمل برضو نفس اللي عملناه في السطر اللي فات، الثلاث غرز زي ما قلنا بتلف على السلسلة، وبنعمل غرزة سلسلة فاصل ما بين كل 3 غرز عمود بلفة. ده هيكون على السطر الجديد، وبعد ما بنخلص الغرز العمود بلفة أو البلوكس من العمود بلفة بنبتدي ندخل لون جديد نعمل بيه جزء السلاسل، وزي ما قلنا عدد السلاسل بيكون مساوي لعدد غرز العمود بلفة، فده ثابت معانا لأن وحداتنا ثابتة طول الجزء ده عبارة عن 3 غرز عمود بلفة، فغرز السلسلة هتكون ثابتة برضو 3 غرز سلسلة. وزي ما قلنا عند الغرزة السلسلة الفاصل اللي بنعملها ما بين غرز العمود بلفة بنعمل غرزة حشو بتلف عليها، وهنكرر بنفس الطريقة وبنغير الألوان في جزء السلسلة، لكن الجزء العمود بلفة هنعمله ثابت باللون الأبيض، لكن الجزء السلاسل هو اللي هنغير فيه الألوان. احنا هنستخدم اللون الأصفر واللون الفوشيا، وبعد كده هنستخدم اللون الأخضر، وبعدين الموف، وبعدين الأسود، فاحنا كده هنستخدم 5 ألوان هندخلهم مع اللون الأبيض. هنكرر الألوان بعد ما نخلص الخمس ألوان دول بالترتيب ده، بندخلهم زي ما قلنا في جزء السلسلة، هنرجع تاني نكررهم مرة كمان، وزي ما قلنا ما بين كل جزء أو كل لون سلسلة واللون اللي بعده بنعمل غرز العمود بلفة أو وحدات العمود بلفة كأجزاء أساسية في البلوك ستيتش.
هنكمل زي ما قلنا بنفس الطريقة، بنفس طريقة غرزة البلوك أو البلوك ستيتش، هنكمل الجزء الخارجي كله للمحفظة بتاعي. كده بعد ما خلصنا الجزء الخارجي من المحفظة وزي ما قلنا عملناه بالبلوك ستيتش، زي ما احنا شايفين ده ترتيب الألوان وشكل غرزة البلوك. ده سطور اللي باللون الأبيض هي البلوكس أو المجموعات من غرز العمود بلفة، وزي ما قلنا كنا بنعملها كل مجموعة عبارة عن 3 غرز عمود بلفة وبنفصل بينهم بغرزة سلسلة. غرز الألوان أو سطور الألوان هي السطور اللي فيها غرز السلسلة، وزي ما قلنا برضو عند كل مجموعة بنعمل 3 غرز سلسلة عددها مساوي لعدد غرز العمود بلفة. استخدمنا 5 ألوان: الأصفر، الفوشيا، الموف، الأخضر، الأسود، وزي ما قلنا رجعنا كررناهم تاني، عملنا بيهم زي ما احنا شايفين 5 سطور من الألوان أو من السلاسل الألوان، رجعنا كررناهم تاني وقفلنا آخر حاجة بسطر من البلوكس بالغرز العمود بلفة باللون الأبيض، ما كانش فيه بعده سطر ملون. فبكده نكون عملنا زي ما قلنا 10 سطور من الألوان و11 سطر من غرز العمود بلفة أو المجموعات أو بلوكس العمود بلفة. زي ما احنا شايفين زي ما قلنا ده الجزء الخارجي، هنعمل بنفس المساحة نفس العرض ونفس الطول جزء تاني او طبقة تانية هتكون داخلية هنعملها بغرز العمود بلفة. هنبدأ نعمل الجزء البطانة. احنا لما بدأنا نعمل جزء الخارجي كان سلسلة البداية 84 غرزة، لكن أبعاد غرزة البلوك أو النسيج اللي هنعمله بغرزة البلوك هتكون أقل من النسيج اللي هنعمله بغرزة العمود بلفة. فإحنا هنراعي العرض وهنراعي زي ما قلنا الأبعاد، فمش هنعمل سلسلة البداية للجزء الداخلي نفس عدد غرز سلسلة البداية للجزء ده أو الجزء الخارجي، يعني مش هنعمل 84 غرزة، احنا عملنا أو هنعمل 74 غرزة، وهنحدد أو هنتأكد ان مقاسنا مظبوط اننا هنقيس سلسلة البداية مفرودة على عرض الجزء الخارجي اللي احنا عملناه. فلما زي ما قلنا هنلاقيها 74 غرزة أو سلسلة البداية اللي هنعملها لو احنا حبينا نغير في المقاسات، هنلاقي السلسلة مفرودة أو مرتاحة على الجزء ده، ده هيكون عرض سلسلة البداية اللي هنعملها للجزء الداخلي. كمان العدد السطور برضو هنحدده على حسب العدد اللي هيكون متناسب مع طول الجزء الخارجي اللي احنا عملناه. هنبتدي نشتغل في الجزء الداخلي. زي ما قلنا هنبدأ بسلسلة البداية هتكون 74 غرزة، هنسيب أول 3 غرز وهنبدأ في الغرزة الرابعة نبدأ نعمل أول غرزة عمود بلفة. وزي ما قلنا الجزء ده هيكون عبارة عن سطور من غرز العمود بلفة، كل السطور هتكون بنفس العدد وبنفس الطريقة، كل غرزة بدءا من سلسلة البداية زي ما احنا بادئين نشتغل بنعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة لآخر سلسلة البداية، وبعد كده بنبدأ السطور بنفس الطريقة بنعمل في كل غرزة غرزة عمود بلفة. وطبعا احنا لو حابين توضيح لأي غرزة اشتغلنا بيها في الفيديو بتاعنا، غرزة سواء غرزة السلسلة او غرزة الحشو او العمود بلفة او اي غرزة والبلوك ستيتش طبعا في البداية، كل فيديوهات الغرز وشرحها بالتفصيل موجودة على قناتنا في اساسيات الكروشيه، نقدر نشوف كل غرزة بشرحها بالتفصيل. هنكمل زي ما قلنا بغرزة العمود بلفة لآخر السلسلة، وهنكمل السطور بعد كده كلها
بنفس الطريقة نفس العدد، كل غرزة بنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة. كده بعد ما خلصنا الجزء أو النسيج الداخلي، وزي ما قلنا عملناه عبارة عن سطور من غرز العمود بلفة، سطور فوق بعض، بنعمل نفس عدد الغرز، كل غرزة بنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة. وسلسلة البداية زي ما قلنا بعد ما قسناها على عرض الجزء الخارجي كانت 74 غرزة، وعملنا 17 سطر. زي ما قلنا طول الجزء ده هيكون متناسب مع طول الجزء الخارجي أو الجزء اللي عملناه بالبلوك ستيتش. عملنا زي ما قلنا 17 سطر. هنبدأ قبل ما نركب أو نوصل الطبقتين مع بعض، زي ما احنا شايفين دي الطبقة الخارجية ودي الطبقة اللي هتبقى جوه، وهنبدأ نوصلهم مع بعض، لكن هتكون دي آخر خطوة. هنبدأ قبل ما نوصلها علشان نسهل علينا تركيب الجيوب، فهنعمل الجيوب ونركبها على الجزء أو نوصلها بالجزء الداخلي، جزء اللي احنا عملناه بغرز العمود بلفة، بحيث ان احنا بعد ما نركب الجيوب ونوصلها مظبوط نبتدي نوصلها بالجزء الخارجي، فزي ما قلنا يسهل علينا تركيب الجيوب والطبقات اللي هنعملها جوه. هنبدأ نعمل اول جيب. اول جزء هنعمله في الجيوب، الجزء اللي هنعمله ونقسمه ويكون مكان لإبر الكروشيه. الجزء ده احنا هنعمله هيكون برضو عبارة عن نسيج من غرز العمود بلفة، لكن النسيج ده احنا هنلفه، يعني مش هتكون السطور، بعد ما هنعمل السطور سطور غرز العمود بلفة فوق بعض هنلفها بحيث ان الطول هيبقى عرض والعرض هيبقى طول، يعني السطور هتكون بالجنب. فبعد كده نقسم السطور دي بالجنب بالخيط، نقسمها لأماكن أو بيوب جنب بعض للإبر. هنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين هنبدأ بسلسلة البداية، ودي هتكون 34 غرزة، وزي ما قلنا احنا علشان هنلف النسيج فسلسلة البداية مش هتمثل عرض الجيب، هتمثل الطول. فاحنا بنوضح ده علشان من البداية نبقى عارفين ان سلسلة البداية لو حابين نغير طول الجزء ده فهي هتكون طول جزء الجيوب للإبر، فنخلي بالنا ان الطول ده يكون متناسب مع الجزء ده ومع اطوال الإبر. احنا هنبدأ زي ما قلنا 34 غرزة سلسلة، هنسيب اول 3 غرز ونبدأ في الغرزة الرابعة، نعمل اول غرزة عمود بلفة، وبنفس الطريقة اللي عملنا بيها الجزء الداخلي او الطبقة الداخلية هنعمل جزء عبارة عن سطور من غرز العمود بلفة، لكن زي ما قلنا سلسلة البداية عملناها 34 غرزة، وهنعمل الجزء ده هيكون 20 سطر. زي ما قلنا احنا لما هنلف السطور، احنا دلوقتي هنشتغل السطور بطريقة عادية، هتكون سطور فوق بعض، لكن بعد كده هنلفها، فعدد السطور دي هتمثل عرض الجزء او اماكن الابر او جيوب الابر دي. فعدد السطور هنقسمه بعد كده على الجيوب او هيكون متناسب مع عدد الابر اللي عندنا، زي ما قلنا هنقسمه فهيكون لكل ابرة مكان فيه. فاحنا هنعمل 20 سطر، وهنوضح هنقسمهم ازاي. طبعا زي ما قلنا السطور دي هتكون هي عرض الجيب او الاماكن بتاعة الابر، وهتكون متناسبة مع عدد الابر، فاحنا لو حبينا نزود عدد الاماكن للابر هنزود في عدد السطور، او لو هنقلل برضو هنقلل، تغيير العرض هيكون في تغيير عدد السطور اللي هنعملها. لكن زي ما قلنا سلسلة البداية الـ 34 غرزة دي بتمثل طول الجزء ده. هنبدأ نكمل كده، هنخلص السلسلة سلسلة البداية وهيكون ده أول سطر، وهنبتدي نكمل باقي السطور بنفس الطريقة اللي بنشتغل بيها غرزنا أو اللي اشتغلنا بيها الطبقة اللي فاتت، عبارة عن سطور من غرز العمود بلفة، كل غرزة بنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة.
وهنكمل الجزء ده هنعمله زي ما قلنا 20 سطر كده. بعد ما خلصنا جزء اللي هنقسمه زي ما قلنا لأماكن الإبر، وقلنا بداية الجزء ده سلسلة البداية كانت 34 غرزة، وهنلف الجزء عشان نوضح ان سلسلة البداية هي عبارة عن طول الجزء ده، والسطور هتكون هي العرض. وزي ما قلنا عملنا 20 سطر. هنقسم زي ما احنا شايفين السطور، هنبتدي نقسمها الخياطة بعد ما نركب او نثبت الجزء ده في طرف البطانة او في طرف الجزء الداخلي. زي ما احنا شايفين ده الجزء الداخلي، فهنثبت الجزء ده على طرف من اطراف البطانة او الجزء الداخلي ده، هتكون بداية تثبيت الجزء ده. هنثبت الاضلاع الخارجية مع الاضلاع الخارجية للجزء الداخلي، زي ما احنا شايفين ده الضلع، وده الضلع التاني للجيب هيتثبت مع الضلع التاني للطبقة الداخلية، والضلع التالت هيتثبت جوه، بحيث ان الجيب كله كامل يتثبت في البداية. وطبعا التثبيت هيكون بالخيط والإبرة العاديين. هنبتدي زي ما قلنا نثبت الثلاث ضلوع الخارجية علشان نثبت الجزء ده في الجزء البطانة الداخلي. بعد كده هنبدأ نقسم السطور على زي ما قلنا على عدد الإبر اللي عندنا أو الجيوب اللي احنا محتاجينها للإبر. هنبدأ نخيط بعد كل سطرين أول سطرين، ونبتدي نخيط نقفل الجزء ده. فيبقى ده عندنا السطرين أو العرض السطرين ده هيكون أول جيب. بعد كده هنيجي السطرين اللي بعد كده نقفل عند آخر سطر التاني ونعمل جيب تاني، وبعد كده بسطرين نعمل جيب كمان. هنعمل سطرين، كل سطرين بنقفل زي ما قلنا بالطول، خط طولي أو خياطة طولية بتقفل من الأول للآخر، بحيث إنها تعمل لنا جيب مستقل أو جزء مستقل لإبرة واحدة. هيكون زي ما قلنا عرضها سطرين، هنمشي سطرين سطرين، نعمل 6 جيوب، كل جيب عرضه سطرين. زي ما قلنا بعد كل سطرين بنقفل بالخيط والإبرة خياطة طولية، بحيث إنها تفصل الجيب الأول عن الجيب الثاني عن الثالث. هنعمل زي ما قلنا 6 جيوب، كل جيب عرضه سطرين. بعد كده هنبدأ نصغر الجيوب للإبر الأرفع، لأن إحنا عندنا في إبر استنلس وفي إبر مقاسات صغيرة، يعني الجيب اللي هيكون عرضه سطرين ده هيبقى مناسب للإبر الكبيرة مقاس 9 أو 8، الإبر اللي أحجامها كبيرة. لكن هنحتاج نعمل إبر صغيرة أو نصغر الجيب بحيث يكون متناسب مع الإبر الاستنلس أو الإبر اللي مقاساتها أصغر. فهنخلي عرض الجيب هيكون سطر واحد بس. هنبدأ بعد ما نعمل الست جيوب أو نفصل الست جيوب يكونوا مفصولين عن بعض، زي ما قلنا بعد كل سطرين بنعمل خياطة طولية تفصل كل جيب عن التاني. هنبدأ نعمل الخياطة الطولية دي بعد كل سطر، فهيبقى عندي عرض الجيوب اللي بعد كده كل جيب هنعمل بعد كل سطر خياطة طولية تثبت أو تفصل الجيوب الصغيرة عن بعض. فاحنا هندرج زي ما قلنا الجيوب من الطرف ده أو من الجانب ده للجانب التاني من الجيب أو جزء الجيب ده، بحيث إن الجيوب الإبر هتكون السمك الأزيد أو الإبر الأدخن هتكون في الجنب ده، كل جيب ليها هيكون عرضه سطرين. وزي ما قلنا بعد كل سطرين بنفصل بخياطة طولية عشان تفصل الجيب ده عن الجيب اللي بعده، ونعمل خياطة طولية تفصل الجيب عن الجيب اللي بعده. هنعمل 6، طبعا احنا هنعمل 6، لكن لو احنا حابين نزود او عندنا الابر اللي سمكها كبير ازيد فهنزود في عدد الجيوب اللي عرضها سطرين. كمان ممكن زي ما قلنا نزود عن 20 سطر لو احنا عندنا الجيوب اكبر، ونقسمها بالطريقة اللي تريحنا على حسب سمك الابر اللي عندنا، سواء كان سمك الجيب هيكون زي الجيوب اللي هنبدأ بيها عرضه سطرين، او الجيوب اللي في الاخر اللي هيكون عرضها سطر واحد. زي ما قلنا كل سطر هنفصل بخط طولي او خياطة طولية تفصل الجيوب الصغيرة عن بعض، وتكون الجيوب دي للابر الصغيرة. ده هيكون أول جزء هنعمله هنركبه، وبعد كده نبتدي نعمل الجيوب التانية الصغيرة. وطبعا احنا عندنا الجزء أو البطانة الداخلية دي أو الجزء الداخلي للحافظة، احنا
ممكن نعمل الجيوب بأي شكل أو نقسمها بأي طريقة إحنا نحبها، زي ما قلنا نغير في عرض الجزء اللي هيبقى مكان الإبر زي ما إحنا حابين على حسب عدد الإبر اللي عندنا، كمان الجيوب الصغيرة للإبر التانية أو لمكان المقص أو الأماكن اللي إحنا هنزودها نزودها زي ما نحب بالأشكال والألوان اللي إحنا عايزينها وفي الأماكن اللي إحنا حبينها. فإحنا بعد ما هنركب الجزء ده هنبتدي نركب بقى الجيوب التانية زي ما إحنا حابين بالطريقة والأماكن اللي إحنا عايزينها. كده بعد ما وصلنا الجيب اللي فيه الجيوب الصغيرة للإبر زي ما إحنا شايفين، ده مكان الإبر الكبيرة اللي كنا بنقفل أو بنعمل الخياطة بعد سطرين، كل سطرين بنفصل بخط طولي أو خياطة طولية علشان تفصل أماكن أو جيوب الإبر الكبيرة. وبالنسبة للإبر الصغيرة كنا بنعمل الخياطة بعد كل سطر علشان زي ما قلنا تبقى المكان مناسب ما يبقاش كبير على الإبر الصغيرة أو الرفيع. بعد كده هنعمل جيوب صغيرة زي ما قلنا، احنا نقدر نعمل الجيوب بالاشكال وبالالوان اللي احنا حابينها ونوزعها التوزيع اللي احنا عاوزينه. وكمان زي ما قلنا في البداية ان احنا لو حابين ان احنا نخليها مقلمة مش للإبر، ممكن نخلي جيوب الإبر دي كلها عرضها عرض سطرين ويكون الجزء ده مناسب للأقلام. كمان هنعمل هنا جيوب بأي طريقة ممكن نعملها بالطول أو بالعرض تكون مناسبة لو احنا حابين ان احنا نخليها فيها أماكن لورق لفلوس لأي حاجة حابينها نخلي شكلها قريب من محفظة أكتر من مقلمة، أي تغيير زي ما قلنا بحيث انها تكون مناسبة للاستخدام اللي احنا عايزين نستخدمها فيه هنعمله بجيوب بسيطة زي ما هنشوف كده، كلها عبارة عن سطور من غرز العمود بلفة. احنا علشان مش هنحتاج في حافظة الإبر بتاعتنا لأماكن كتير لأن أكتر مكان احنا محتاجينه هو مكان الإبر، فاحنا هنعمل جيوب بسيطة نحط فيها العلامات اللي بنحتاجها في الكروشيه، أماكن نعلق فيها إبر التنظيف، أماكن نعلق فيها مكان نعلق فيه المقص. فاحنا هنعمل 3 جيوب، كل جيب فيهم هنبدأ سلسلة البداية أو عرضه هيكون 20 غرزة سلسلة، وطبعا بنسيب أول 3 غرز وبنبدأ في الغرزة الرابعة نعمل غرز الحشو، نبتدي نعمل سطور من غرز الحشو. وعملنا كل جيب 5 سطور، عملنا الجيب الأخضر والجيب الأسود 5 سطور، لكن الجيب الأصفر عملناه 6 سطور لأن هو هيكون تحت وده هنوضحه في طريقة تركيبهم. احنا هنركب أو هنبتدي نوصلهم من فوق لتحت، هنثبت في البداية الجيب الأخضر، هنثبت 3 ضلوع للجيب الأخضر بالخيط والإبرة العاديين، وهنبدأ نثبت بعده الجيب التاني أو اللي باللون الأسود. برضو هنحاول نحافظ إن هم يكونوا في خطوط مظبوطة، الخط ده يكون مظبوط والخط ده يكون مظبوط، وهنثبت برضو بالخيط والإبرة العادية 3 ضلوع دول، وهنخلي الجيب يغطي الجيب التاني يغطي على آخر سطر في الجيب الأول زي ما احنا شايفين، وهنثبت زي ما قلنا الجوانب والضلع اللي تحت. زي ما قلنا هنخلي آخر واحد هو اللي هيكون أكبر، هيكون مغطي برضو لكن هيكون نازل وصل من بداية الجزء ده، بداية الجزء الموف، وهنغطي أو هنخيط 3 ضلوع وهيغطي برضو سطر آخر سطر في الجيب اللي فوق. يبقى زي ما قلنا هنبدأ بتركيب الجيوب بالترتيب ده بحيث ان احنا زي ما قلنا الجيوب تكون متركبة فوق بعض، كل جيب بيغطي آخر سطر في الجيب اللي فوق. زي ما احنا شايفين بعد ما هنركب ده هنركب الجيب التاني وقلنا يكون مغطي آخر سطر، الجيب اللي تحت هو اللي هيكون بس أزيد في سطر بحيث انه يغطي برضو آخر سطر ويكون أطول، فيكون ده شكلهم. زي ما قلنا احنا ممكن نفس الجيوب دي نستخدمها لو احنا حابين ان احنا نعملها محفظة، ممكن لو احنا محتاجين نحط جيب اطول او جيب طويل، ممكن نحط جيب سواء تكون فتحته من فوق او الفتحة من الجنب. يبقى زي ما احنا شايفين ده هيكون شكل الثلاث جيوب
لما نركبهم. هنعمل كمان جزئين صغيرين، سلسلة البداية فيهم هتكون 15 غرزة سلسلة، الجزء ده هيكون سطرين بس من غرز العمود بلفة، وده هيتثبت في النص في المكان ده، هنثبته من الجنبين بس، من فوق ومن تحت هيكون حر مش متثبت. ده هيكون المكان اللي هنحط فيه المقص. الجزء ده زي ما قلنا برضو بدأنا سلسلة البداية 15 غرزة سلسلة، لكن عملنا 3 سطور من غرز العمود بلفة، لكن كل سطر عملناه بلون زي ما احنا شايفين. بعد ما بنخلص السطر الأول بنبتدي نوصل اللون التاني ونعمل سطر، وبعد كده نخلصه ونبتدي نوصل اللون التالت ونعمل سطر واحد. هنثبت في المكان ده عند الجيب الأصفر، هنثبت الجزء ده برضو من الجنبين بس هيكون حر، وده هنثبت فيه إبر التنظيف. يبقى زي ما وضحنا كل الجيوب بتاعتنا عبارة عن أجزاء أو سطور من غرز العمود بلفة، هنبتدي نثبتها بالخيط والإبرة العاديين. ده الترتيب اللي احنا هنعمله، وزي ما قلنا تقدروا تغيروه زي ما تحبوا. هنركب الجيوب ونثبتها كلها ونشوف الشكل النهائي للجزء ده في الآخر. كده بعد ما وصلنا الجيوب زي ما قلنا بدأنا بتركيب الجيب اللي فوق، وبعدين الجيب اللي تحته زي ما احنا شايفين مغطي على اخر سطر في الجيب اللي فوقه، والجيب الاخير برضو مغطي على الجيب اللي فوقه وعلى اخر سطر فيه. وركبنا الجزء ده الجزئين دول من الجنبين ومن فوق ومن تحت زي ما احنا شايفين مفتوحين. كده احنا ثبتنا كل الاجزاء الداخلية في البطانة، فهنبدأ نوصل الجزء الخارجي مع البطانة او الجزء الداخلي. هنبتدي نوصلهم بغرز الحشو، غرز هتلف على الاربع ضلوع للجزء كله او للجزئين نوصلهم مع بعض. هنبدأ نوصل الخيط الطبق بين الطبقتين مع بعض، ونبتدي نعمل اول غرزة سلسلة، ونبتدي زي ما قلنا هنشتغل بغرز الحشو. هنبدأ نوصل كل غرزتين متقابلين مع بعض بغرزة حشو، زي ما قلنا هنوصل الأربع ضلوع للطبقتين مع بعض بنفس الطريقة، كل غرزتين متقابلين بنوصلهم مع بعض بغرزة حشو. زي ما احنا شايفين كده الإبرة بتعدي من كل غرزتين متقابلين في الطبقتين، ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو توصلهم. الغرزتين اللي بعدهم بنفس الطريقة غرزة حشو توصلهم، نعدي الإبرة من الغرزتين اللي بعدهم ونعدي الخيط منهم ونعمل غرزة حشو توصلهم. هنكمل بنفس الطريقة زي ما قلنا مفيش أي تغيير، كل غرزتين بنوصلهم مع بعض بغرزة حشو. هنكمل بطريقة متصلة بنفس الشغل اللي احنا بنعمله، غرز الحشو هتلف على الأربع ضلوع زي ما احنا شايفين، أول ضلعين هنوصلهم، بعد كده الضلعين أو الضلع اللي في الجنب، بعد كده الضلع الكبير اللي تحت، وبعدين آخر ضلع اللي في الجنب، ونقفل نوصل في الآخر عند المكان اللي بدأنا منه، فنكون عملنا إطار كامل بغرز الحشو يلف على الأربع ضلوع كله. كده بعد ما عملنا الإطار الخارجي اللي وصل الطبقتين، الطبقة الداخلية والطبقة الخارجية وصلهم مع بعض، وزي ما قلنا الإطار الخارجي ده كان عبارة عن غرز حشو بتوصل كل غرزتين مع بعض في الطبقتين دول بتوصلهم مع بعض، والإطار زي ما قلنا كان بيلف على الأربع ضلوع كلهم من مكان ما بدأنا نلف الأربع ضلوع بغرز الحشو لحد ما نوصل لمكان البداية نقفل عنده، ويكون زي ما قلنا الإطار
كامل. كده بعد ما حطينا أدواتنا زي ما احنا شايفين مكان الإبر وده مكان المقص، حطينا إبر التنظيف في الجزء ده، وعندنا في الجيوب حطينا العلامات اللي بنستخدمها في الشغل، وأي أدوات تانية زي ما احنا حابين نقدر نحطها سواء في الجيوب أو نركبها زي ما احنا شايفين كده. كمان ركبنا بره زرار بحيث ان احنا هنقفل الحافظة بالشكل ده، وده الزرار اللي هيقفلها، هنعمله عروة، هنظبط الحافظة بتاعتنا علشان نحدد مكان اللي هنوصل عنده الخيط، هنبتدي نوصل الخيط هنبتدي نعمل سلسلة 10 غرز، 3 4 5 6 7 8 9 10، ونبتدي نقفل تقريبا عند نفس المكان اللي وصلنا عنده أو الغرزة اللي جنبها، نبتدي نقفل خالص. كده عملنا العروة، يبقى احنا زي ما شفنا جينا في النص في مكان المقابل لمكان اللي هنركب الزرار عنده، وصلنا الخيط وعملنا عروة من 10 غرز سلسلة، وقفلنا او وصلنا الخيط تاني عند الغرزة اللي بعدها، وهننضف طبعا اطراف الخيط، وبكده هتكون دي الطريقة اللي هنقفل بيها الحافظة بتاعتنا. وكده زي ما احنا شايفين هيكون ده شكل الحافظة بتاعتنا، حافظة الإبر أو حافظة الأدوات اللي هنعملها. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنت، وعلشان يوصلكم كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا، وشكراً.